أكبر من الله رحمه الله سعادة رحمة من آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على التحدي الكبير لتحسين ظروف العمل بداية من تعزيز التكوين والتدريب المهني ورفع الوعي الصحي والوقائي لدى الصيادين لتفادي الحوادث والحفاظ على السلامة على متن أو على متن السفن الصيد البحري ومرافقة الصيادين للحصول على حماية اجتماعية وصحية في مستوى التحديات.